جوز كلام. ها ها ها، وهي سكرته. شو هو اللي سكرته؟ الفيسبوك. اوف، وليش بقى سكرته؟ هيك خلاص قررت بطل هذا الادمان، مو معقول الحاله. بعدين يخرب بيتهم شو حرامية العمى، ما في غير سرقة بيانات واستخدامها لك، وحتى شركات الاتصالات كمان عم يسرقونا ويبتزونا، لأنه صاروا يعرفوا إنه ما عم نقدر نستغنى عن مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، فبصيروا بيستغلونا وما في غير بيرفعوا هالأسعار العمى. أيوة، وما فيك تكون صاحب إرادة وما تفتح الفيسبوك وقت ما يكون بدك؟ بلا بقدر، بس هيك أحسن. بس لا تنسى أنه سرقة البيانات واستخدامها مو موقفة بس على الفيسبوك. بعرف، رح أوقف الإنستغرام وتويتر وسناب شات وكله. رح تقدر؟ رح أقدر، حتى الجوجل ما بدي أفتحه، خلاص ما عاد بدي. يعني حتى ما بدك تستخدم الجوجل؟ يعني الصراحة ما بعرف قديش مقتنعة معك، بس مثل ما بدك. لا، برجع للكتب مثل ما كنت قبل 15 سنة، العمى أروق بكتير. طب وشو مشان مسلسلاتك اللي عم بتتابعها على اليوتيوب؟ رح وقفها كمان واتفرج على المسلسلات اللي بتطلع على التلفزيون وخلص. طب وشو مشان وصفات الطبخ يلي بتطالعها من اليوتيوب من مواقع الطبخ؟ بكرة بنزل على الحلبون بجيب لي كم كتاب طبخ شرقي غربي حلويات من لذي منه وبروي. طيب والتواصل مع الناس اللي برا؟ بحكي معه تليفون وببعث لهم رسائل عادية يعني. والله إذا بتقدر تعمل يلي عم تحكي نيالك. في العمى شو هالملل هذا، والله طقت روحي. طول بالك، عم بيقولوا انه عطل مشان هيك مقطوع الكهرباء، هلا ان شاء الله ما بيطولوا شوي وبيصلحوا. ان شاء الله ما يطولوا. ايه بس انت ليش محروق كل هالقد؟ لك لانه كنت عم بحكي مع رفيقي على الفيسبوك، انفصل النت وقطعت الكهرباء، وكنت عم نزل فيديو تعليم فطيرة الموز، ما كمل تنزيله. لا ما شاء الله، واضح انك مقاطع مقاطعة شديدة وحدة، رح تخسر من وراها شركات الاتصالات ملايين. جوز كلامه.